إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وما زلنا مع هذا الباب المهم جدا، ألا وهو كتاب القدر. بلغنا إلى باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: لا مضل لمن هديت. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على صفيه من خلقه وخليله، وبعد. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت. وقوله في الصلاة على الميت: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، فأما خطبة الصلاة فالتشهد، وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والحديث صحيح. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، والحديث صحيح. وهو ابن عبد الله بن مسعود، وقد سمع من أبي موسى وصرح بسماعه في هذا الحديث. عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والحديث الصحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إسناده صحيح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والحديث إسناده حسن. عن أبي سعيد الخدري قال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. والحديث صحيح. الباب التاسع والأربعين. قالت أم حبيبة بنت أبي سفيان: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله الآجال المضروبة وآثارا معدودة وأرزاق مقسومة، لن يجعل شيئا قبل محله، لن يعجل شيئا قبل محله أو يؤخر شيئا عن أجله. ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو من عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكر عنده القردة والخنازير هن مك. قال: إن الله تعالى لم يمسخ شيئا فجعل له نسلا ولا عقبا، وكانت القردة والخنازير قبل ذلك. إسناده صحيح. هذا هو نفس كلها أباب واحد. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. والحديث حسن. عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ثمرة حائرة فأعطاها سائلا وقال: لو لم تأتها لأتتك.
إسناده صحيح. بالنسبة للإخوة أنا تكلمنا من الأسانيد لو فيها شيء يعني لابد من الإشارة إليه سنشير، وإلا لو كفانا الشيخ رحمة الله عليه في الكلام على الأسانيد. لكن في الإسناد الأول فيه المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن وثبة بن مسعود، هو صدوق لكنه اختلط آخر عمره، لذلك هو الشيخ قال حديث صحيح رجاله ثقات إلا أن المسعودي وأبا إسحاق، وأيضا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني اللي هو أبو إسحاق السبيعي، اختلط هو أيضا في آخر عمره. الحديث صحيح كما قلنا الشواهد الكثيرة التي له، وأما المسعودي هو اختلط، وفقه المسألة في مسألة المختلط أن المختلط حديثه له أحوال ثلاث: الحال الأول أن يروى أن يعرف أن يروى عنه قبل الاختلاط، أن يعرف أن يروى عنه بعد الاختلاط، لا نعرف أروى قبل أم بعد. أما من روى عنه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف لا كلام فيه، من روى عنه قبل الاختلاط وكان ثقة فالحديث صحيح، والذي نشك فيه نتوقف حتى نرى ضبط لنا هذا الحديث أم لم يضبط لنا هذا الحديث. أما المسعودي فله ضابط، كل من روى عنه في بغداد فهو بعد الاختلاط، وهذا ضابط جلي يبين لنا معرفة من روى عنه بعد الاختلاط، فضابطه أنه من روى عنه في بغداد فهو روى عنه بعد الاختلاط. في الأسناد الأخير اللهم لا تحرمنا أجرهم فيه زيد العمي أو العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد، هذا الحديث وإن كان صح بمن قبله فالحديث فيه زيد، وزيد البصري هو ضعيف، هو ضعيف، هو كان قاضي وكان فقيها لكنه كان في الحديث ضعيفا. باقي الأسانيد قد أنهانا الشيخ عن البحث عنها وكفانا مؤونة ذلك. أقول هذه الأبواب ما زلنا في أبواب القدر، ويبين فيها الله جل في علاه أن كل شيء، أو يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بيده يتصرف في ملكوت السماوات والأرض ما بين الكاف والنون كما سنبين في المسائل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أدبا نبويا عظيما جليلا بين يدي أي شيء مهم، كخطبة كحاجة كخطبة كبيع كتجارة كعقد كغير ذلك من العقود، أدبا نبويا لابد أن نتلمسه ونسير خلفه ونفعل به ونفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ائتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل ما شيء يفعله أن يبدأ بحمد الله جل في علاه، وهذا الحمد هو من أجل العبادات، فالحمد هو الثناء الجميل على الذات المقدسة. وقلنا الحمد إذا انفرد يدخل تحته الشكر، أو هناك فارق بين الحمد والشكر، لكن نحن بصدد جمل مهمة جدا في هذه الأحاديث نمر عليها إيجازا ولا نخل بها. الحمد هو الثناء الحسن على الذات المقدسة، والحمد محسوس عليه مرغب فيه مندوب إليه، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ومدح من ينشغل بالحمد، لأن الحمد نصف الدين كما قال شيخ الإسلام، ديننا على قسمين أو ديننا على أمرين: حمد وصبر. النصف الأول هو الحمد والشكر لله جل في علاه، والنصف الثاني هو نصف الصبر على أقدار الله جل في علاه. الله جل في علاه ما مدح نبيا إلا بأرقى وأسمى الصفات التي اتسم بها واتصف بها. من أرقى هذه الصفات التي مدح الله بها وحمد الله من لأنبيائه الأخيار بها هي صفة وسمة الشكر. إن الله جل في علاه حمد نوحا ومدح نوحا في كتابه عندما قال إنه كان عبدا شكورا، وشكور فعول، وهذه الصيغة صيغة فعول معناها إيش؟ صيغة مبالغة، يكرر الشكر، ما أحدث له نعمة إلا وكرر وتدع لها شكرا. وأيضا أخبرنا الله جل في علاه عن خلق الرفيع عند سليمان عليه السلام عندما رأى العرش أمامه ثابتا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ثم مدح خليله إبراهيم عليه السلام لأنه قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أكمله شاكرا لأنعمه، هذا عجب، قال شاكرا لأنعمه ولم يكن شكورا، وقال في نوح شكورا، مع أن إبراهيم أفضل من نوح. وهنا لفتة جيدة جدا أسمعها الأول من الإخوة: ما الفرق بين شكورا لنوح وعن إبراهيم يقول شاكرا؟ هذه لفتة لابد لطالب العلم أن يدقق النظر فيها، ومن رق قلبه وإحساسه ونظر إلى كلام الله جل في علاه بطلب المعونة من الله ليدقق الفهم في كلماته سيعرف اللفتة في ذلك. قال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، أما إبراهيم مع أن إبراهيم هو الخليل، إبراهيم هو أفضل الرسل على الإطلاق دون من؟ دون محمد صلى الله عليه وسلم، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام قال فيه شاكرا لأنعمه، أما في نوح قال شكورا
فهل نوح تقدم على إبراهيم في هذه الصفة الجليلة؟ فلغة تقدم، لأن شكور فعول وشاكر فاعل، صح ولا لا؟ نعم اسم فاعل، فهذه لا تدل على الكثرة. قطرب، ما أرى يدك، ما أرى يدك، تكتب فقط، إيش اللفتة في هذا؟ نعم كل المدة إيش؟ لا يعني هذه لفتة طيبة، أحسنت، إن نوح جلس مكث مدة كثيرة خلافا لإبراهيم، لكن لا ليست هذه اللفتة في الآية، الآية تبين شكور وشاكر، الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لكن هل تقدم نوح على إبراهيم؟ قولوا تقدم، والفضائل تخص ولا تعم. طيب والفضائل تخص ولا تعم، توافق في ذلك؟ نعم صحيح، جيد، هذا جيد. إذا يا أخي أنا قلت لك مرضي عليك لو تزوجت الثانية فترد عليك الثانية تصبح فحلة مفحولة للعلم، هي ليست كذلك، هو الصحيح الرارح. لا هذه الله جل وعلا ما قال عن إبراهيم شاكرا مطلقا، قال شاكرا لإيش؟ لأنعمي. وهذه فيها لفتتان، اللفتة الأولى واقعا وشرعا أن نعيم الله لا تنقطع على العبد بحال من الأحوال، نعيم الله منذ كان جنينا في بطن أمه ويأتيه الطعام من الحبل الثري إلى أن يموت فنعائم الله سابقة على العبد لا تنقطع أبدا، فما دامت النعائم لا تنقطع أبدا وإبراهيم وصف الله جل في علاه أنه شاكرا لأنعمه، يبقى النعائم دائما سابقة على إبراهيم، فدائما إبراهيم يكون شاكرا، فقال شاكرا لأنعمه، هذه دلالة على ديمومة شكر إبراهيم عليه السلام، وأيضا فيها لفتة أخرى وهي ديمومة نعائم الله على عبده إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان دائما كلما أحدث الله له نعمة كلما أحدث لهذه النعمة إيش؟ شكرا. وهذا فضل الله جل في علاه على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الأمة لشكر الله جل في علاه على نعائمه حتى تثبت هذه النعائم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، لأن الله جل في علاه يحب كل شاكر. والحمد أو الشكر من أجل العبادات، لما هو من أجل العبادات؟ لأمور كثيرة، منها أولا فيه نسبة النعمة للمنعم، لا يجحد النعائم، والجاحد مبعد عن ربه جل في علاه. أرأيت أن الله جل في علاه فرق ووصف فريقين، وصف الفريق الأول بالإيمان ووصف الفريق الآخر بالكفر بسبب نسبة النعمة لغير ناريها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم، أتدرون ما قال ماذا قال ربكم اليوم؟ قالوا لا يا رسول، قالوا الله ورسوله أعلم، قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. من هؤلاء يا رسول الله؟ قال الذي إيش؟ قال مطرنا بفضل الله، يعني نسب النعمة لمن؟ لله جل في علاه، فوصفه بالإيمان. أما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا نسب النعمة للنوع، فالله جل وعلا وصفه بإيش؟ بالكفران والجحود. فإذا نسبة النعمة لبارئها هذه من أجل العبادات القلبية وأيضا من عبادات اللسان، إذن الحمد من أجل العبادات وهو نصف الدين لهذا المغزى. وأيضا المغزى الثاني الذي يبين لنا فضل الحمد أن العبد لا ينقطع شكره ما دام حيا في هذه الحياة، أن الحمد لله جل في علاه فيه إقرارا بالربوبية وتحقيقا، إن فيه إقرارا للربوبية وتحقيقا للعبودية. أما إقرار الربوبية لأنك بقلبك تحمد ربك جل في علاه على النعائم التي يزديها إليك، وأيضا تحمد ربك على جلاله وجماله، إن الله جميل يحب كل جميل. وقلنا المدح غير الشكر، الشكر يحمد على نعمة أتته، أما الحمد يحمد على النعمة ويحمد على جميل الصفات، فكلما تذكر أن ربه قوي متين، أن ربه جبار وله الجبروت، وأن ربه جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيحمد الله دائما كأن قلبه يلهج بذكر الله ويقول الحمد لله على قدرتك، الحمد لله على قوتك، الحمد لله على عزتك، الحمد لله على جبروتك. ففيه إقرار بالربوبية بالقلب، وفيه أيضا تحقيق الإلهية، أن لسانك يعبد ربه جل في علاه فلا يصرف هذا الحمد لغير الله جل في علاه. وهنا يعن لنا إشكال أو ينجم لنا إشكالا أو ينجم لنا إشكال، ما هو؟ قلنا تحقيق الإلهية أن تحمد بلسانك ربك جل في علاه، ومع ذلك إنك وجب عليك لزاما أن تحمد العبد، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا ليس بإشكال، نقول لا، هو شكر العبد الذي أدى الله النعمة على يديه أو أجر النعمة على يديه من تمام
شكر المنعم سبحانه وتعالى في علاه، وليس هذا صرفا للعبادة لغير الله بل هي لله جل في علاه. مثال ذلك ونظير ذلك سجود الملائكة لآدم، السجود لا يكون إلا لله جل في علاه، فلما أمر الله به كان السجود لآدم سجود الملائكة لآدم سجودا أصالة لله، لأنه ائتمار بأمر الله جل في علاه. من فوائد الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر خطبته بالحمد لأن لها فوائد كثيرة جمة. من فوائد الحمد أو أعظم فوائد الحمد، أولا تقييد النعائم. إذا أنعم الله عليك بنعمة وخفت أن تضيع منك لا تحرص عليها، لا تضعها في الخزانة، لا تأتي بالجنود الذين يعصبون عليك عصابة أو يحمون لك هذه النعمة، لا، قيد هذه النعمة بحمدك لربك الذي علا على هذه النعمة وشكرك لها. قد قال بعض السلف قيدوا نعائم الله بالشكر أو بالحمد. إذا أول فوائد الحمد هي أن الله جل وعلا يثبت لك النعائم التي رزقك إياها لا تضيع منك بحمدك لله جل في علاه وإقرارك بقلبك أنها منا من الله وحده لا شريك له. الثانية والفائدة الثانية الزيادة، كلما شكرت ربك على نعمة دقيقة جاءتك النعمة الجليلة الزيادة، لأن الله جل في علاه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه فيها وجهان، الوجه الأول أنك إن شكرت ستشكر عن إيش؟ النعمة الموجودة، عن أصل صحيح، فإن شكرت فالأصل عندك فشكرت عليه. قال الله تعالى لأزيدنكم، والزيادة لا يمكن أن تكون إلا بعد وجود الأصل، إلى معنى ذلك أن الله جل وعلا يقول لأزيدنكم سأثبت لكم الأصل الذي عندكم ثم أزيدكم عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه من الفوائد الجليلة في مسألة الحمد. قال إن الحمد لله نحمده، أو قال نستعينه ونستغفره. نستعينه الأول ولا قال نستغفره؟ قال نستعينه. بعدما حمد الله جل في علاه تذكر ربوبية الله جل في علاه وقال نستعينه، والاستعانة طلب العون من الله جل في علاه لدفع الضر وجلب المنفعة، وقد أمر الله بها في أكثر غير ما آية، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استعن بالله ولا تعجز، أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام أعلمك كلمات، من هذه الكلمات قال وإن استعنت، أو قال وإذا استعنت فاستعن بمن؟ فاستعن بالله وحده لا شريك له. فالاستعانة هو طلب العون من الله جل في علاه، وهذه من تمام ربوبية الله جل في علاه ومن تمام عبودية العبد لله بفعله وبفعل الله جل في علاه. وكما قلت العبد أعوج أو أحوج ما يكون لربه جل في علاه، حال يقظته، حال نومه، حال عمله، حال عبادته، حال نصرته لدينه، حال قربه وبلائه الذي ينزل عليه، فهو أحوج ما يكون إلى أن يستعين بربه جل في علاه وبقدرة الله جل في علاه، ليميل كلية القلب لله لا لعباد الله جل في علاه، فيتم بذلك التوكل على الله. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد ذلك. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أيضا الاستغفار بعدما حمد الله جل في علاه وصدر الباب بالحمد، لأن الله صدر كتابه بالحمد أدبا مع الله، لأنه لا أحد يحب الثناء مثل ربنا جل في علاه. بعد ذلك وأقر بالربوبية والإلهية، بعد ذلك ابتدأ يبين ما عنده من أخطاء ومن زلل، يخضع لربه ويتذلل ويقول نحمده ونستغفره. والاستغفار كما قلت هو من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه. لما؟ لأن الله أمر بها أولا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الأمة بها قولا وفعلا. قال الله تعالى فقلت استغفروا، هذا أمر وظهر الأمر الوجوب، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأيضا وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه للأمة التي بعث فيهم. وأما رسول الله كما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا الله وتوبوا إليه، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإني كأنه يقول خذوني أسوة، ائتسوا بفعلي وأنا رسول الله، غفر الله لي الذنب ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وحديث أيضا الصحيح عن ابن عمر كانوا يعدون النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة أو 100 مرة. وفي حديث الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار لأمته وأمر أمته أن تستغفر أكثر من 100 مرة، أنه كان يستغفر 100 مرة بأبي هو وأمي. فالاستغفار كما قلت أمر به الله جل في علاه وهو من أجل العبادات. والسؤال لما الاستغفار من أجل العبادات؟ لما؟ بالنظير، كانت علي الأولى فعليكم الثانية. الاستغفار من أجل العبادات، والعبد ما دام صباحا مساء
يستغفر ربه جل في علاه فهو قريب من الله جل في علاه وقربه عالي كما سنبين. طب أنا أسألكم قبل هذا السؤال، أمنكم أحد يستغفر ربه جل في علاه في اليوم 100 مرة؟ إذا لا تجيبوا، نحن أحوج الاستغفار من الماء والهواء. نحن ليل نهار نعصي ربنا إما بالجوارح وإما بالقلب وإما بالنية وإما بالصدر، نحن نعصي الله جل في علاه في كل حين وآن. نحن أحوج ما نكون الاستغفار. أحد منكم يحصي استغفاره 100 مرة في اليوم؟ ما في هو في كثير. طب إذن هذا الاستغفار المأمور به من أجل العبادات، لما؟ نعم طالما أمر الله به فهو يحبه، وما أحبه الله جل في علاه فهو من أجل العبادات، لكن أنا أريد أجلى من ذلك وسنأتي به. نعم هو دي فوائده، لكن نحن نقول لما هو أجل العبادات؟ بالنظير، النظير بالنظير، القياس، هذه الفوائد. نعم لا فض فوق وأحسن الله إليك، أريد تفسير هذا. هو من أجل العبادات من أجل هذا الحديث الذي أتى به الأخ الكريم. أخطره ها؟ هذه ثانية، أريد الأولى صح، لكن أريد الأولى. أبا عبد الملك أحسن، أولها أنت مربوب لله، أنت عبد لله جل في علاه، ما خلقت إلا لتتعرف على ربك. وقد قال من لم يعرف نفسه لم يعرف، أو من لم يعرف ربه ما عرف نفسه، من عرف ربه عرف نفسه وعرف كيف يعبد الله جل في علاه. أنت مخلوق لتتعرف على ربك جل في علاه، فيه أولا الإقرار بالربوبية، وهذه دلالة واضحة جدا كما في مسند أحمد، رجل جاء فقال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه علم، هنا محل الشاهد، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت لكم. ثم جاء ففعل الذنب مرة ثانية فقال الله عبدي علم أن له ربا، اعتقاد صحيح، أقررت بربوبية الله جل في علاه، علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت له. وفي الثالثة قال الله جل في علاه عبدي افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. فإذا أول هذه الأمور التي تبين لنا أن الاستغفار من أجل العبادات الإقرار بربوبية الله جل في علاه. الثاني النظير بالنظير، تحقيق الإلهية، لأنك بعدما أقررت بالربوبية بقلبك وعلمت أن لك ربا يأخذ الذنب ويغفر تذللت وخضعت وقلت استغفاري لا يكون إلا لربي، وذلي وخضوعي يكون لله جل في علاه. الثالثة وهو من أجل العبادات الإيمان بالغيب، والله جل في علاه بيّن أن فلاح المؤمنين مرتب على اليقين والإيمان بإيش؟ بما سيأتي بعد، الإيمان بعرصات يوم القيامة. العبد لا يستغفر إلا إذا اعتقد اعتقادا صحيحا أنه سيقف أمام ربي جل في علاه، كما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيقف أمام ربي جل في علاه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله كفاحا، ما في أحد يترجم، لا ترجمان بينكم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله جل في علاه كفاحا، يقول عبدي أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، ينظر العبد أيمن منه لا يجد إلا ما قدم، أشأ منه ما يجد إلا ما قدم، أمامه ما يجد إلا النار، يحسب أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. فإذا الثالثة الاعتقاد الجازم بأنك ستقف أمام ربك جل في علاه، وهذا من الغيوب، وفلاح المرء أن يؤمن بعلم الغيب. من فوائد الاستغفار فوائد كثيرة جدا، منها أولا محبة الله، أو قل فرح الله. الاستغفار يستجلب فرح الله جل في علاه. أو يفرح ربنا؟ نعم يفرح ربنا، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو يضحك الله أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال ما يضحك الرب؟ قال أن تخلع لأمة أو الدرع الذي على صدرك ثم تدخل مقبلا غير مقبل في سبيل الله جل في علاه فتقتل. فقال أهذا يضحك الرب؟ قال نعم يضحك الرب. قال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، فقه المسألة، فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله جل في علاه. ففرح الله جل في علاه يستلزم لنا أن نقول نستغفر كثيرا ليفرح ربنا، والدليل على ذلك حديث الصحيحين الله أفرح بتوبة العبد من أحدكم إلى آخر الحديث. ففرح الله هذه أول الفوائد من الاستغفار، والله والذي نفسي بيده لو اعتقدت أنت فقط بكثرة استغفارك أنك تفرح ربك جل في علاه بذلك
لا كفاك. في احد منا ممكن يفكر بهذه المساله؟ لا والله. من لوازم فرح الله جل في علاه انه يريد الخير لمن فرح منه او فرح او فرح له، لان الله جل في علاه اذا ضحك العبد اراد له ايش؟ اراد له الخير. لان سلم كما قال الرجل اقرارا من سلم، قال الرجل اذا لم نعلم من رب يضحك خيرا سيؤتينا ما اردنا. ففرح الله جل في علاه بتوبه العبد واستغفار العبد تستلزم رضا الله على العبد، تستلزم اثابه العبد بالجنان. هذه اول الفوائد من الاستغفار. ثاني الفوائد من الاستغفار مغفره الذنوب. ما منا من احد الا ويخشى ان يظهر ان تظهر البقعه السوداء على ثوبه الابيض، تلطخ بما فعلنا من معاصينا، بما فعلنا من التجرؤ على حرمات الله جل في علاه. ما منا من احد الا ويتشوف ويتشوق قلبه ان يقف امام ربه نظيفا لا يفضح ولا يعقد له لواء غد امام الخلائق اجمعين. فان فائده كثره الاستغفار ان يغفر الله جل في علاه، والدلال على ذلك قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم اكملوا. ما معنى غفارة؟ ها؟ كثير المغفرة، يعني في غث مبالغة، يعني ما من ذنب تستغفر عليه إلا وسيغفر الله لك. ما دمت تستغفر فإن الله سيغفر لك. والمغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وهنا افترقت، فإذا افترق ينزل المعنى يكون تحته. المغفرة ستر الذنب ثم عدم المؤاخذة عليه، وهذه الرحمة. فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا معنى قول الله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سيستر عليكم هذا الذنب، وفوق هذا الستر لا يؤاخذكم عليه يوم القيامة. ستر في الدنيا ثم ستر في الآخرة ثم عدم المؤاخذة. الفائدة الثالثة من الاستغفار الرزق وسعة الرزق. إن كان امرؤ يسعى في الدنيا ليل نهار ذهابا ويابا يريد فقط الرزق والدرهم والدينار، قلنا لهم كن في بيتك وكن على مكانك بعد الأخذ بالأسباب الصحيحة دون الهلك فيها أكثر من الاستغفار. يسعى ترى أن الرزق سيسعك ويسعى أهلك ويسعى من فوقك ومن تحتك ومن بجانبك، فإن الله جل في علاه يوسع رزقك بكثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، لا ليس مالا فقط بل وأيضا مع هذا أن يرزقك الرزق الواسع بكثرة الاستغفار، مال وبنين مع إرسال المطر على الناس الذين يطلبون المطر من الله جل في علاه. إذن هذه فوائد جمة من الاستغفار، لذلك نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بادئ ذي بدء يبدأ بالثناء على الله جل في علاه متأدبا بين يدي ربه جل في علاه، ثم بعد أن يحمد الله جل في علاه يبدأ بالاستعانة به، ثم يستغفر ويتذلل لربه جل في علاه ويبين ما هو فيه من خطأ وما فيه من ذل لربه جل في علاه. وإن الله يحب أن يرى ذلك من عبده، لأن العبد كلما تذلل كلما خضع بلغ مبلغا صعبا ارتقى مرتقا صعبا، كما قال بعض العلماء يأتي في لحظة واحدة ينكسر القلب فيسجد خضوعا لله فلا يقوم من هذه السجدة إلا وهو في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله كما شرحنا في التفسير العوز غير اللوز. قبل أن أشرح، ما الفرق بين أعوذ وألوذ؟ يصح للإنسان أن يقول أعوذ بالله ويصح أن يقول ألوذ بالله، لكن ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين العوذ واللوذ؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال ألوذ بالله من شرور أنفسي، قال أعوذ بالله من شرور أنفسي. نعم لا فض فض ما اسمه العوز هو اللجوء، وهذا امتع اللجوء واقوى، لا اللجوء قياسي ولا اللجوء غير، هذا لجوء لملك الملك سبحانه جل في علاه. فاللجوء الى الله جل في علاه لدفع المضره، اما اللوز هو اللجوء لله جل في علاه لجلب المنفعه. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول واعوذ بك، ده من اهم الادعيه، واعوذ بك منك. ان الله جل وعلا له جبروت يستطيع ان يلقي كل البشر في النيران ولا يبالي سبحانه وتعالى، فكان يقول اعوذ بك منك، يعني اعوذ بايش؟ برحمتك من سخطك، بعفوك من عقابك، اعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فهو يلجا الى ربه جل في علاه لدفع المضره، واي ضرر واي شر يقع على الانسان من ايش؟
من شرور النفس. إن النفس هي ألد أعداء الإنسان وأضر شيء على الإنسان نفسه، ثم بعد ذلك الشيطان، لأن الشيطان لو لم يجد نفسا سهلا يستطيع أن يحركها لا يستطيع أن يؤثر على المرء. وهذه النفس التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم هي النفس الأمارة بالسوء. ولذلك كان الإنسان دائما ما يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك قال بعض العلماء: إن استدراج الله للعبد أن يكله إلى نفسه. إذا وكله الله جل في علاه لنفسه هلك، لأنه وكله إلى إيش؟ إلى من يظلمه، إلى من يتردى معه إلى المهالك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ثم قال: لا هادي الله، قال: لا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، إلى آخر حديث. هذه المسائل التي سنتعرض لها. الحديث والبابان أو البابان الأخريان تكلما عن مسألة الرزق، وأن الله جل في علاه كفل للعبد أن يرزقه، بل يكفيه رزقا في هذه الحياة، وأمره أن يعبده. كأن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة عظيمة جسيمة هي العبادة، تكفل الله بالرزق حتى تعبد أنت ربك. خلق الله الكون كله لك ومن ضمن ذلك الرزق، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له وهي العبادة، ولا تنشغل بما خلق لك وهو الرزق. وليس هذا مدعاة لأن تعطل الأسباب، هذا باب آخر سنتكلم فيه، لكن قد تكفل الله لكل نفس برزقها، كما قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يأتي الملك عندما يؤمر بنفس الروح يقول: أي رب الأجل، أي رب العمر، أي رب الرزق، يعني ما هو الرزق؟ فيقول الله جل في علاء: الرزق كذا وكذا. فقد تكفل الله برزق العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. ويتفاوت الناس في مسألة الأرزاق ما بين مستيقن في الله، وبين شاك مرتاب، وبين من لا ينظر إلى ربه جل في علاء بحال، بل ينظر إلى الأسباب. والسلف يخالفون الخلف في ذلك. السلف رموا أحمالهم وأرزقهم على ربهم، كما بينا في أكثر من موضع. مثال الحسن البصري: كان رجلا واعظا محدثا فقيها مفسرا ينشغل بربه ولا ينشغل بهذا الرزق، لأنه يعلم أن الله قد تكفل به. فكان يبيع التمرة، فإذا جاءه قوت يومه أخذه وذهب، فقالوا له: فتح الله عليك فأكثر من الرزق. قال: لا والله، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يصل إلى غيري فاطمأن قلبي. وهذه لا أصفها لكم، لا توصف. لو قلت لكم ما طعم التفاح قلتم: هذا لا يوصف. أنا لا أصف لكم ذلك، هذا يجري في العروق في القلوب. من استيقن في ربه سيشعر بذلك، ويعلم أنه سيجلس على سريره ويأتيه الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لو لم تأتيها أكمله لأتتك. السائل جاء يسأل عن التمرة، قال له صلى الله عليه وسلم: لو لم تأتيها لأتتك. وهذا ليس تعطيلا كما قلت الإيش للأسباب، لكن عندما تأخذ بالأسباب لا تسرع، لا تسارع، لا تكون حمارا بالنهار وإيش جيفة بالليل. قال الله تعالى عندما تكلم عن أمر الآخرة: وسارعوا، لكن لما تكلم عن أمر الدنيا قال: فامشوا في مناكبه. ولذلك الرسول قال: فاتقوا الله وأجملوا الطلب. خذ السبب لكن لا تجهد نفسك على هذا السبب، فإن الله تكفل لك بالرزق. وهذه يعني من الفوائد الجمة والجمل البديعة التي تؤخذ من خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من هذا الباب. وندخل على المسائل العقدية التي نتكلم عنها في هذا الباب، هي مسألة مهمة جدا، ألا وهي الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، كما قال: لا هادي، إذا هدى الله عبدا لا يضله أحد، وإذا أضل لا يهديه أحد. إن الله جل في علاه كما اعتقد الكثير منا، بل كل منا يعتقد أن الله جل في علاه فوق عرشه يتحكم في كونه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا من تمام ربوبية الله جل في علاه: إحياء، إماتة، رزق، إعطاء، منع، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يغني من يشاء، يفطر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، كل يوم هو في شأن، بيده الخير سبحانه جل في علاه، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأيضا من ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه جل في علاه. إن هداه فبرحمته ونعمته وكرمه وجوده وله الحمد على ذلك، وإن أضله ما أضله ظالما له سبحانه جل في علاه، أضله على علم عنده، قال الله تعالى: وأضله الله على
علم على احد وجهي التفسير يعني على علم عند الله جل في علاه ان هذا ليس محلا للهدايه ولا يستحق الهدايه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. وقد قال الله تعالى في سوره السجده: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها، اذن الهدى بيد الله جل في علاه، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال جل في علاه: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وأيضا قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أسباب، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا يقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام عندما قال له: ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم أكمله أكملوا إن كان الله يريد أن يغويكم. الغواية هنا بيد من؟ بيد الله جل في علاه، إن كان الله يريد أن يغويكم. أيضا قال الله تعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. بل إبراهيم عليه السلام، وهذا وطبعا ولا نعمة النبي الذي يعتقد ذلك في ربي جل في علاه، كان يقول: ربنا واجعلنا. يبقى إذن إسلام وكفر لا يملكه إلا الله جل في علاه، فأحمد الله على أن جعلك مسلما وأن يثبت لك هذه النعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إلى آخر الآيات. فالهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما القدرية والجبرية وغيرها من هذه الطوائف لا تعتقد ذلك في ربنا جل في علاه. وسأكتفي وأختم اليوم بروايتين عجيبتين عن هؤلاء المبتدعة، وأبين لكم أن الفطر السليمة تأبى البدعة وأهلها. إذا عمرو بن هيثم روى رواية قال: كنا في سفينة فصاحبنا رجلان، رجل قدري ورجل مجوسي. المجوسي ماذا يعتقد؟ قدري ومجوسي، ايش فيكم؟ المجوسي يعتقد ايش؟ لا مش عبد الله. طيب بس يعتقد ايش؟ يعتقد ان للكون اله خير واله شر. فالقدري القدري يعتقد ان للكون ايش؟ اله واحد. انظروا الى الفرق وكيف الحجة مع المجوسي. قام القدري يقول للمجوسي: ان ربنا يريد والشيطان لا يريد. يقصد ان ربنا يريد ايش؟ الخير. ان ربنا يريد والشيطان لا يريد. فقام المجوسي وكانت الحجة معه، فقام المجوسي وقال: ان ربنا يريد والشيطان يريد، او قال: ان الله يريد والشيطان يريد. فكان في الدنيا ما اراد الشيطان، يا له من شيطان قوي. ما فهمتوش؟ طيب هم قالوا، يقول له الله يريد، يريد ايش؟ الخير. يبقى هو ما يستطيع الا الخير. والشيطان ماذا يريد؟ والدنيا ملآنة بايش؟ بالشر. قال: اذا ارادة الشيطان غلبت ارادة الرحمن. قال: يا له من شيطان قوي. وقال في رواية اخرى: هو مع من هو اقوى. يعني هو مع من؟ انظروا اهل البدعة لما لم يكونوا على العقيدة الصحيحة السديدة كانوا فتنة لغيرهم من اهل الكفر. وايضا في رواية اخرى اعجب من ذلك، عمرو بن عبيد، احد يعرفه؟ هذا رأس في المعتزلة. عمرو بن عبيد رأس في المعتزلة، كان جالس في مجلس التحديث، بل مجلس التبديع، مجلس التحديث، وهو ينشر وينفث ثمه على الناس كأنه يقربهم الى الله جل في علاه. فجاء عرضي لهفان سيموت، سرقت دابته وناقته، فدخل عربي عليه فقال: يا شيخ، وجد الناس على خير يتكلمون بكلام الله وكلام رسول الله. لكن انظروا الاعرابي بجهله عقيدته اسلم من هذا الرجل. قال لعمر بن عبيد، قال له: يا شيخ، ادع الله لي ان يرد علي ناقتي. فقام الرجل امام طلبة العلم ليدعو ويؤمن طلبة العلم لعل الله تعالى يرد علي ناقتي. فماذا قال؟ قال: اللهم ان الناقة قد سرقت وانت لم ترد ذلك، اللهم ارددها عليه انك تريد ذلك. مش فاهمينها طبعا. طيب القدري ماذا يعتقد؟ يعتقد ان الخير يريده الله والشر منين؟ من العبد. يعني يرى ان الله لم يخلق الشر ولم يخلق افعال العباد الزنا والسرقه، كل هذا لا، الله لا يتحكم فيه، من العباد فقط. وهذا ضلال مبين. الله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق كل صانع وصنعت. فقال: اللهم ان ناقته قد سرقت ولم ترد، اللهم ردها عليه وانت تريد ذلك. فقام الاعرابي فقال له: لا حاجه لي في دعائك هذا، لا تؤمنه. فقال: علامه. فقال له الاعرابي: اخاف واخشى انها سرقت وما كان يريد ذلك
فإذا أراد أن يردها لا ترد عليه، يعني ما استطاع أن يحفظها ولا يريد سرقتها، فإذا أراد أن يردها أيضا لا يستطيع أن إيش أن يردها، يعني رب عاجز لا يستطيع أن يأتيك بشيء. فانظروا أعرابي ألقمه حجرا وسكته وبين له أن العقيدة السديدة أن الرب جل في علاه إذا أراد شيئا في كونه لا غالب له سبحانه جل في علاه، إن أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا الذي بالضبط حدث مع عربي آخر هو الذي أخمد فتنة خلق القرآن، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا العربي أخمدها أيضا بفطرته السليمة عندما دخل على ابن أبي دؤاد وقال له ماذا تقول للأعرابي، ليس بعالم لكن فطرة سديدة سليمة، عندما تبدل يضيع الإنسان. دخل عليه العربي فقال له ماذا تقول في كلام الله أو ماذا تقول في القرآن، قال هو كلام الله. فقال له العربي وأنت ما تقول في كلام الله، قال هو مخلوق. فقال له أسألك، قال تفضل. فقال لهم هذا الكلام يعني القرآن مخلوق علم يعلمه رسول الله، قال لا. قال علم علمه أبو بكر، من السائل؟ لا، من الذي يرد؟ ابن أبي دؤاد المستجع. فقال له علم علمه أبو بكر، قال لا. قال علمه عمر، قال لا. قال سبحان الله، علم تعلمه أنت ولا يعلمه رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء. فالرجل دهش عقله لأنه بيتقدم أمام الله بين يدي الله بين يدي رسوله. فقال أقلني، ما معنى أقلني؟ أقلني يعني أطعمني إني جائع، صح؟ يعني إيش أقلني؟ اعفيني خلاص، كأن المسألة كما هي، أقلني. فقال له العربي، انظروا العربي يناظر هذا العالم الجليل، فقال له العربي على ما كان الحال أقلتك. فقال المسألة على ما هي، قال المسألة على ما هي. فقال له ابن أبي دؤاد ماذا تقول في القرآن، قال أقول هو كلام الله. فقال له العربي ماذا تقول أنت في كلام الله، قال أقول مخلوق. فقال له باعتياد السؤال، فقال له العربي هذا علم علمه رسول الله، فقال له ابن أبي دؤاد ها ماذا يقول، تتوقعون ماذا يقول؟ لو قال لا كفر لابد أن يقول إيش، قال نعم علمه رسول الله، قال الحمد لله. هذا علم علمه أبو بكر، قال نعم. قال علم علمه عمر، قال نعم. قال تكلموا به، قال لا لم يتكلموا به. قال ألا يسعك ما وسع رسول الله ووسع أبا بكر ووسع عمر، علم لم يتكلموا به، تأتي أنت تتكلم به وتتقدم بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المأمون قال علم علمه رسول الله لم يتكلم به، ولم يسع ابن أبي دؤاد أن يتكلم به، فأخمد الفتنة وعزل ابن أبي دؤاد بسبب أعرابي فقط عقيدته سديدة سليمة. كما ضربنا قبل ذلك مثلا عظيما بامرأة عجوز شمطاء تسير لا تعرف الألف من الباء، فلما صارت وجدت كوكبة كثيرة من طلبة العلم حول رجل شيخ واحد، فقالت ما هذه الكوكبة؟ قالوا هذا الرازي. قالت وما الرازي؟ لما تضيقون علي الطريق؟ قالوا هذا الرازي الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فضحكت المرأة العجوز وقالت وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ هذه التي قال فيها الفخر الرازي نفسه عند مماته ليتني مت، أو الجويني قال ليتني مت على عقيدة عجائز نسبوه. هذه هي. فالأعرابي لأن عقيدته كانت سديدة سار سيرا سليما وسار على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يصحح عقيدتنا وأن يجعلنا لا نزيغ ولا نضل أبدا. الفوائد المستنبطة من هذه الأبواب، أولا الرد على القدرية والرد على الجبرية، ليس ذلك دكتور شغلك أنت. الرد على القدرية لأنهم يقولون الهداية أو أفعال العباد كلية ليست بيد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله إذا إذن الهداية يملكه الله جل في علاه. والرد على الجبرية لا، في شيء آخر أوضح 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 من شرور أنفسنا، فنسب الشر لمن؟ للنفس. والجبرية يقولون لا شر لا ينسب لشيء للمخاطب أو للمكلف. الفائدة الثانية الرد على المعتزلة فيما قالوا أنهم يعتقدون أن المقتول لو تركه القاتل لعاش، فهمين المسألة؟ لو زيد قتل عمرو، قالوا لو منعنا زيد من قتل عمرو سيعيش من؟ عمرو، مفهوم؟ وهذا الكلام باطل. لا، ده لو زيد جاء بالسكين وأوقفناه وكل منا أخذ بيده لمات عيش عمرو من غير السكين. هذا تستنبطون من هذه الأحاديث ظاهرة جدا. مش مهندس، لو لم ايش ولم لو لم تأتيها لأتتك. احسنت، في اجل من ذلك،
في أجلى من ذلك واضح جدا. الأجال المضروبة أحسنت. هناك الثالث في شاهد ثالث يبين ذلك أحسنت. لا لا يا إخوة الله يكرمكم في العموم لن يعجل شيئا قبله محله أو يؤخر شيئا بعد محله. فهذه دلالة على أنها مكتوبة تقع كما هي. الفائدة الثالثة فيها إثبات عذاب القبر. قال ولو دعوت الله أن يقيك من عذاب أو ينجيك من عذاب القبر لكان خيرا لك. وعذاب القبر ثابت عند أهل السنة والجماعة ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وليس هذا مجال التفصيل نشير له إشارات. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى قال المفسرون بالإجماع هو عذاب القبر. وأيضا قال الله تعالى النار يعرضون عليها عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ها أكملوا يبقى هذا متى عذاب القبر ولما تقوم الساعة أدخله آل فرعون أشد العذاب. وأما من الأحاديث فكثير منها الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدفنوا تتركوا الدفن لا تدفنوا الموت لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم. أجيبوا أن يسمعكم من إيش؟ أكملوا الحديث أن يسمعكم من عذاب القبر يعني دلالة على عذاب القبر. أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين اثنين يعذبان قال إنهما لا يعذبان سمع الصوت وقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير ثم سرد الأسباب التي يعذب فيها المرء في قبره. هذه فيها دلالة على ثبوت عذاب القبر. من احتوشته السباع وغيره هذا قبر له ويعذب فيه ولسنا بصدد الرد على شبهات المخالفين. الفائدة الرابعة قدرة الله جل في علاه على مسخ الإنسان أن يكون خردة أو خنازير. هذه دلالة على تمام قدرة الله جل في علاه. وهذا حدث في بني إسرائيل. والصحيح أن القردة والخنازير بعدما موسخوا كما قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كاف ونون كونوا قردة خاسئين. لكن بيّن السلام أنه لا نسل لهم لا نسل لهم. نعم يسبحون. نعم ايش فيها عندك من ارفع القرد ام زيد من ارفع اجب بلا حيدة من ارفع انت يابا لا تحيد الان انت كده هتودينا كلنا في داهية. من ارفع عندك زيد ام القرد زيد الحمد لله. فعندما ينزل المرء من الرفعة الى النزول والحبوط فنقول له هذا ايش هذا تذليل لك. هو يريد ذلك يعني طيب جزاك الله خير يبقى هيرجموهم عند القردة ما يهم. الغرض المقصود أن الله جل وعلا أذلهم وجعلهم قردة وخنازير ولا نسل لهم. يعني فيها إشارة على مسألة الضب لأن السلام قال ما أدري الضب موسخ من قوم قد موسخوا أم لا فيها دلالة أن الذي موسخ لا نسل له لا نسل له. الخامسة وهي مهمة جدا العبرة من الذين يخالفون أمر الله لأن الله قادر على أن يعني ينزل المسخ بهم وإن الله سيحدث ذلك في هذه الأمة عفانا الله وإياكم من هذا العذاب الأليم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ لهذه الأمة وقال سيحدث في هذه الأمة مسخ وخسر. فنسأل الله جل في علاه ألا نكون من هؤلاء. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.